بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. ثم بعد، احنا نقول كلمة واحدة كما قال سبحانه وتبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الولاة شرفنا وشرف الجزائر كاملة. احنا نقول الله يحفظهم من الحاسدين ومن عيون الخلق اجمعين، ويحفظهم ويحفظهم به ذكر الحكيم لجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان هذا العين راه عندنا، هذا العين اللي راه بانت لنا ان شاء الله، الله يحفظه من العين الحاسد وكل بائر وفاجر لجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتبارك وتعالى لاولادنا وابنائنا ان يزرعني ينتهجوا منهج العلم. وهذا ليس عزيز على المدرسة الجزائرية كما كان يقول الشيخ زي بن دراح قال الله في عمره، إن معروف بأن هاي الآن نتيجة المدرسة اللي حاقرينها احنا، ونقولوا مدرسة الجزائر مكان مدرسة، هاي خرجت لنا الحمد لله عالم عالمي، وهذا في طرف الصحراء. كاين على كل حال، انا بالنسبه ليا نقول لك واحد الحاجه، انا كنت في الفيدراليه تاع اولياء التلاميذ، كانوا الناس يقولون لي على كل حال البكالوريا راها في الجلفة متاخره. تلاقيت انا وجماعه على كل حال ذاك الوقت في راها قديمه في مدارة من جامعه في الجزائر، قال لي كيفاه الجلفة رائده في الدكتوراه وفي الماجستير وماهيش رائده في البكالوريا. ولهذا الكلام بقية على كل حال، احنا الحمد لله اللي ابنائنا راهم يشرفوا فينا في الخارج، ويشرفوا فينا في الدكتوراه وفي الماجستير وفي الحوايج هذه، ونطلبوا ان شاء الله المزيد لاولادنا، ونطلبوا البنا هذا الله يحفظه، وجزا الله الحاضرين اللي حضر واللي حضر واللي حضر في هذا الحفل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.